لقي قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمتعلق بتنظيم امتحانات خاصة بالطلبة المقيمين بمناطق الجنوب على مستوى مدن الإقامة بسبب عدم تمكنهم من الحضور إلى المؤسسات الجامعية المسجلين بها لإجراء الامتحانات استحسانا كبيرا من قبل طلبة ولاية إليزي، حيث أكد الطلبة بأن هذا القرار سيجنبهم عناء التنقل وقطع مسافة طويلة للوصول إلى المؤسسات الجامعية بمناطق الشمال. محمد شنقيطي بعث بالتالي. بالنسبة لقرار وزارة التعليم العالي بالنسبة لطلبة بلدية إليزي، ما بقالناش حنا طلبة بزاف اللي بقالهم يدخلوا، كاين اللي بقالهم يدخلوا في نوفمبر، اللي دو نوفمبر إن شاء الله نحاولوا نلقاو لهم حل. نحن نفضل من الأحسن أنهم يلتحقوا بجامعاتهم اللي يكون في باش يكونوا في الحدث يقراوا كما الناس عادي. وبالنسبة للقرار كان أيضا يشمل طلبة بلدية جانت. نتمنى المجهود الذي قامت به يعني بالأخص شركة التوصيل للطيران، يعني نقلوا لنا الطلبة نتاعنا، وهذا امتياز يعني نتمنوه. بالإضافة إلى القرار الأخير الصادر من طرف وزارة التعليم العالي، هو قرار جد مستحسن، يعني باش أوليو باش يطلع العاصمة 2000 كيلومتر يعقب هنا حدا دار وخير له.